نفكر حاضر تمام فكر. بالسؤال على الجائزة ونروح للعد التنازلي. فكروا بالسؤال برد. أيوه. السؤال حيكون ظاهر على الشاشة. مخرج برنامج أمة الأخلاق في قناة اقرأ الفضائية. باقي 48 47 ثانية. عشان تعرفوا الإجابة مشاهدينا الكرام، المخرج محمد العنزي مش صحيح. مش لا, لا 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 المخرج الإجابة اللي كتب محمد العنزي غلط. روحوا على مسابقة قناة اقرأ أو موقع قناة اقرأ الفضائية www.اقرأ.com. باقي ربع دقيقة. إجابتك غلط يا نور. أيوة. شوف الإجابة الصحيحة. اللي كتب محمد العنزي الإجابة خطأ. برضو خطأ. في أحد جاب صح براد ولا كيف؟ إلى الآن ما في إجابات صحيحة. ما في إجابة صحيحة. طيب الاسم، الاسم اسمه حاسب سعيد، يعني اسم قريب يا جماعه. انتهى الوقت يا جماعه. ايوه انتهى الوقت ونبدا السحب مع ضيوفنا. الاسم، الاسم هو حاسم سعيد. حاسم سعيد. ايوه. طيب الاحدث اختار فائز. اسوي الاحدث. نشوف ميشاء علي. ميشاء تتابع قناه اقرا، هل عامله ريتويت؟ شوف كذا برد. عامله ان شاء ميشاء الله ولا ميساء يتكلم بسرعه. عامله ريتويت. سلام عليك يا ميساء. الاجابه او للسؤال. الف الف مبروك. الجائزه بقيمه 1000 ريال مبروك سعودي يا ميساء. مقدمه من قناه اقرا الفضائيه.